مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ومرحبا بكم في جولتنا مع ركن المواعيد والتي سنضعكم خلالها في صورة أقوى مباريات الدوريات الأوروبية هذا الأسبوع. البداية إذن ستكون من إيطاليا وتحديدا من العاصمة روما، فملعب الأولمبيكو الشهير سيحتضن قمة ساخنة وعنيفة جدا في بلاد الطليان بين جمعية روما أو لايس روما ولازيو روما، قمة ستجمع بين الذئاب والنسور، تعرف في بلاد القدم أو إيطاليا بديربي دي روما. رفقاء توتي أو الجيالو روسي يحتلون المركز الثاني في الكالتشيو ب 39 نقطة، وهم الذين يستقبلون لازيو صاحب المركز الثالث ب 30 نقطة. صراع أبناء العاصمة سينطلق في تمام الساعة 3 مساء من يوم الأحد. في إيطاليا دائما قمة أخرى يوم الأحد ستجمع بين المتصدر جوفنتوس ومضيفه نابولي في ملعب سان باولو، ستنطلق على الساعة 8:45 دقيقة. أما في مباراة السبت في إيطاليا فسيتنقل ميلان إلى تورينو في مباراة ستنطلق على 9:45 مساء. نطير إلى إسبانيا وإلى هذه المدينة الجميلة برشلونة، أين ستستقبل البارسا ضيفها أتلتيكو مدريد في ظروف خاصة جدا يمر بها النادي الكاتالوني. صراعات داخلية، استقالات، وحملة انتخابية تسبق وقتها. قمة الأحد خاصة لأن البارسا والأتلتيكو يتقاسمان المركز الثاني في ترتيب الليغا ب 38 نقطة مع أفضلية لرفقاء ميسي بفارق الأهداف. قمة البارسا والأتلتيكو ستلعب ابتداء من الساعة 9 مساء. ماتش تري ديفيسيل مي بصح ما جو بونس كو برشلونة ديفيسيلمون يفون غاني 1-0. Justement, ils vont réagir, ils seront obligés de réagir. Barcelone, ils n'ont pas le choix. C'est un match, je peux dire, c'est le tournant de la championnat en Espagne. Les Roma. بحساب نفس الجولة في الليغا وهي 18، ولكن يوم السبت أين سيستقبل الجريح ريال مدريد ضيفه إسبانيول، وهي فرصة لأشبال كارلو أنشيلوتي من أجل العودة إلى سكة الانتصارات في المواجهة التي ستنطلق مساء السبت بداية من الساعة 4 مساء. ننتقل إلى الدوري الإنجليزي، أين سيحل العملاق ليفربول غدا السبت ضيفا على ساندرلاند. اللقاء سينطلق على الساعة 2:45 مساء، أي 1:45 دقيقة. في نفس اليوم وفي لقاء قوي ويعد بالكثير، تشيلسي يستقبل نيوكاسل يونايتد العنيد بداية من الساعة 4 مساء. وفي نفس اليوم وفي نفس التوقيت أي 4 مساء سيحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون. أما أرسنال فسيستقبل يوم الأحد ضيفه ستوك سيتي بداية من 2:30 مساء. وفي نفس اليوم يصطدم العملاق مانشستر يونايتد ثالث الترتيب برابع الترتيب ساوثهامبتون. مباراة ثالث ورابع البريمير ليج ستلعب في الملعب الساحر أولد ترافورد بداية من الساعة 5 مساء. بونس 3-1 pour Manchester parce que moulaou les derniers temps ils reviennent en force. نطير وإياكم إلى فرنسا، أين سيطير أبناء العاصمة باريس إلى باستيا. مواجهة باريس سان جيرمان أمام أصحاب الأرض أو رفقاء بودبوز ستلعب بداية من 5 مساء. أما يوم الأحد فسيتنقل بوردو إلى موناكو في اللقاء الذي سينطلق على 9 مساء. إذن مشاهدينا الكرام، البوندسليغا غائبة عن موعد المواعيد هذا الأسبوع، ولكن مباريات أخرى واعدة تنتظر عشاق الساحرة المستديرة وبنكهة دولية. أهم هذه المباريات مواجهة منتخبنا الوطني الودي أمام نظيره التونسي مساء الأحد بداية من الساعة 6 مساء بملعب رادس في العاصمة التونسية تونس. أما منافس الخضر منتخب جنوب إفريقيا فسيواجه مضيفه منتخب الكاميرون وديا بداية من الساعة 2 بعد الزوال. في الأخير لم يبقى لنا إلا أن نودعكم مع تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب الوطني في خرجته الودية أمام تونس. سلام.